عم بشوف كمان سرطان في كمان اللي هو للناس كمان اللي منفصلين خلينا نقول او بيعانوا من برود عاطفي مع الشريك عم يرجع الشريك وبايده مثل تنازلات ممكن تكون يعني على الصعيد المعنوي المجازي المعنى المجازي لهذا الموضوع ممكن يكون تنازلات شخص هو نوعا ما متكبر القراءة العاطفية حبايبي ممكن تكون عكسية هذا الشخص شوي عنيد شوي عنده يمكن ادكشن معين او انت حتى فعم بيرجع لك بروح تانية عم بيرجع لك بكأس حب جديد عم بيكون انت عم بتكون منفعل كتير هاي الفترة تجاه هذا الشخص يمكن عملت اكشنز يمكن ولكن هذا التسرع مش منيح ابدا مش حلو ابدا ابدا في هاي العلاقه عم بشوف انه شوي شوي عم تتوضح الامور وعم بتروق بناتكم عم بيصير في تجديد للعلاقه او يعني مثل تظبيط امور مثل توضيح امور آه شايفه انه الشريك عم بيراقبك بشده بي بي يعني عم بيحاول انه آه تكون انت بين ايديه ترجع بين ايديه زي ما كنت مبين انه كمان الشريك ممكن تكون عنده آه طاقه سلبيه زي ما قلنا سحر حسد عين كذا آه فانت وياه ممكن تكون عندكم هاي الشغله لانه كتير تكررت بالورق آه على الصعيد العملي نفس الشيء أه كنت محتار بين انك تفتح مشروع او ما تفتحه بين انك تروح شغل جديد او ما, ما تروحه فعم بشوف هاي الطاقة تنتهي وعم بشوفك يعني عم بتروح على شغل جديد او في أه بوزيشن جديد أه ترقية في العمل ممكن تكون أه اكتر اشي في عندك بعد فترة خلينا نقول ممكن تكون شهرين او ثلاثة زواج فعلا رسمي من, من لكن بشوفه عن حب يعني ما بشوفه زواج تقليدي او كذا بشوفه عن حب مبني بشوف في اولاد بناتكم انت والشخص اللي على خلاف معه او حتى لو كنت معه يعني مرتبطين او منفصلين الطاقات قلناها اكتريتها خلينا نشوف ورقه ثانيه إذا العمل في أشخاص عم بشوفهم بالورق عم بتربصوا كتير وخاصة منطقات هوائية ممكن تكون أو مائية ممكن يكونوا ميزان أو جوزاء كمان هدول الأشخاص بدك تكون كتير حذر من عندهم بدك ما تطلع أسرارك بدك تحاول أنك تفصل حالك عنهم حتى لو كنت بنفس المكتب حاول أنك تروح على المكتب تاني أو تقضي أوقات أكتر بعيدا عن هدول الاشخاص لانهم ممكن يكونوا سامين في في حياتك ممكن هدول الاشخاص مش بالعمل ممكن يكونوا في على على الصعيد الاجتماعي اقارب اصدقاء فعم بشوف اذا كانوا من هدول الابراج او من هدول الطاقات عم بيكونوا شوي سامين بالنسبه لكم هاي الفتره فحاولوا تبعدوا عن هدول الناس يعني حتى ما تحاولوا لا تنتقموا ولا يعني تعتبروهم ند بند بس موضوع انك تهمشهم وما تحكي اسرارك ابدا لانه العين عليك كتير مش بس بالعمل على اكثر من صعيد عم بشوف كتير العين عليك يا تور يا حبيبي ف, ف... خلي امورك يعني زي ما يقولوا بينك وبين حالك خلص ما تقول لحدا شي خاصه في للاصدقاء للاشخاص اللي موجودين معك في العمل زملاء العمل تكون متكتمة كثير في المواضيع شايفه في اطراف في طرف ثلاثي ممكن يكون في العلاقه العاطفية هذا ورق عاطفي طبعا فيه كمان ممكن تبين اشياء تانية مبين في سفر او في في بعد في طاقة بعد عم بتحاول اما انه سفر فعلا رح يكون في هاي الفترة سفر سفر اكثر اشي بشوفه على عمل او هجرة أو أنه بعد عن الطرف الثاني عم بتكون في أول الفترة أول الفترة قلنا في شوية مشاكل في شوية صراعات حتى لو كانت بينك وبين حالك حول العلاقة العاطفية في عنا اللي هو طرف ثالث أو هذا الكرت ممكن يعني كمان طاقات سلبية ما بعرف ليش طلع لك يا برج التور أشياء كتير يعني الكروت فيها طاقات سلبية ان شاء الله تتخلص منها على خير ومبين في استشفاء من هذا الموضوع فنتفائل شوي في عندك شخص كان موجود قريب خلينا نقول عنيد شوي مودي سبب لك شويه اذى نفسي أه شوي كنت زعلان منه هذا الشخص عم يرجع شوي شوي هيك يتسلل لحياتك عم بيراقبك وشوي شوي عم بدخل بيرجع يدخل لحياتك لانه شايفه طاقة العند العند او العناد عم تنتهي بيناتكم شايفه طاقة الزعل او الحزن عم تنتهي برضه فعشان هيك يعني منيح اللي طلعوا مقلوبين هدول الكروت وشايفه في بالنسبه للطرف الثالث في مشكله كبيره اجوا لانه فوق بعض في مشكله كبيره جدا راح يصير بين الطرف الثالث والشريك لذلك كون مطمن انه في نهايه اللي قلنا عنها قبل شوي نهايه لطرف ثالث في العلاقه عم بتكون كتير محتار انك تعطي فرصة لهذا الشخص او ما تعطيه كل شوي عم بقول ممكن القراءة تكون عكسية حبايبي لانه قراءة عاطفية وقراءة عامة عم بتحاول تختار شيء من الاثنين ممكن يكون انه توافق على الصلح او ما توافق ولكن شايفيتكم انا بالنهاية عم بتكونوا مع بعض عم بتكونوا مبسوطين بهاي العلاقة اذا في هاي الفترة ممكن كتير انه تروق الامور بينك وبين الشريك وشايفة في شخص جديد ممكن يكون من أبراج نارية أو هوائية أو مائية رح يدخل في حياة العزاب وعم بشوف الموضوع بتم على خير عم تبلش علاقة علاقة جدية عم تبلش علاقة يعني علاقة حلوة علاقة حب طلع لك كرتين كروت العقل الباطن أو زي ما قلنا العيون حسد حسد كبير في عندك يا برج الثور فبدك تدير بالك نفس الموضوع طلع لك انه اللي قبل شوي انه راح تكون جدا محتار بين نارين بين قرارين ولكن راح تاخذ القرار على على خير يعني راح تاخذ القرار المناسب ما راح يكون في جمود هاي الفترة انك ما راح تاخد قرارات بالعكس راح تاخد هذا القرار وراح يكون لصالحك بس اللي عم بشوف اكتر اشي انه في حسد خاصة خلينا نقول على العلاقة العاطفية في عيون كثير عليكم في بعض الشوائب بعض الاشخاص اللي عم بيوقفوا ممكن يكون الطرف الثالث اللي قلنا عليه ممكن يكونوا اكتر من من طرف خلينا نشوف اذا في تحذيرات غير اللي قلناها لبرج التور اوه هذا مش ورق تحذير هذا بشرى في زواج في خطبه في ارتباط في رجوع في في علاقه عاطفيه عم تتبلور وعم تتطور فيعني في بس شوف لون الخاتم ازرق يعني بيقول لك احترس شوي من العين فشايفه خاتم خطوبه ان شاء الله على خير يا رب للي حابين وشايفيته أكتر إشي للعزاب للعزاب لانه قلنا في شخص جديد داخل حياتهم فممكن يكون هذا الموضوع اهه شوف يا برج الدار حبيبي بالعمل رح يكون في شخص على سلطة معينة رح يوصلوا كلام عنك من ناس ما بيحبوا لك الخير من أشخاص ما بيحبوا لك الخير ولكن هذا الشخص رح يوقف معك أو أنه يعني هو مش متأثر بهذا الحكي أبداً عم بشوف علاقتك فيه عم تتطور و فبس زي ما قلت لك قبل شوي احترس من هدول الاشخاص لانه شايفة انه هذا الشخص رح بالعكس يساعدك ما رح يسمعهم ولا شيء ولكن مطلوب منك انك يعني تحترس من هدول الاشخاص اه عندك مخاوف كتير حبيبي برج الدور عندك مخاوف كتيرة بلا معنى يعني ما إلها أبدا أي داعي فبقولك بعد فترة رح تصير تضحك على مخاوفك لأنه مخاوفك هي شغلة صغيرة كتير كتير ما بينخاف منها وإنت شي كبير يعني هذا اللي مبين بالصورة أو بالنصيحة فبيقول لك ما في داعي ابدا للخوف او للهواجس اللي انت عم بتفكر فيها بهاي الفتره وفعلا برج الثور عم بتكون عنده طاقه مش خوف يعني تخوف او زياده حساب حسابات ويعني مخاوف هواجس فبيقول لك لا ما في داعي لهذا الموضوع ابدا